السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا تحديث سريع على اللي قاعد يصير في البيتكوين اليوم. زي ما احنا شايفين البيتكوين هذا على مستوى الساعة تقريبا قاعد يكون مثلث زي ما احنا شايفين حاليا، ودائما يعني لما يكون طالعين باختراق اوكي معناها المفروض يكون كونتينويشن، بس هو ممكن يكون اب ممكن يكون داون. حاليا انا اقرب واميل اكثر انه ممكن يجو تو جو اب. عموما التارجت حقه هنا تقريبا عند 52 الف تقريبا و500 لو اخذنا المسافه من هنا الى هنا تقريبا اوكي، وهذا الاتجاه اللي احنا المفروض ان نتصل نصعد اليه. لكن لو حب يصحح من هنا فانا اتوقع ان التصحيح يعني ما حيكون كبير، وبرضه ما انا ميال لموضوع التصحيح حاليا، لكن ما اعتقد انه يصحح اقل من 45 الف تقريبا في هذه الحدود لو صحح من هذه المناطق. طبعا ممكن ينزل اكثر شويه عندك الى 43 الف تقريبا ممكن، ولكن انا استبعد شويه. كمان ليش استبعد؟ لان احنا زي ما قلنا على المون فيزز زي ما تكلمنا امبارح، يمكن في الفيديو طويل جدا اللي طلعنا فيه كل اللي احنا نبغى نقوله اوكي، صرنا فتره، لكن احنا ده قلنا انه في 2 اكتوبر المفروض في انعكاس على النجمه، لكن انا شرحت لكم ان النجمه ما حتكون انعكاس، مشينا شوية ورا الفول مون والنيو مون، فالمفروض ان الفول مون يوم 6 اكتوبر، فاذا انعكس الان it makes no sense to me انه يوم 6 اكتوبر ايش ممكن يسوي. فاعتقد انه في 6 اكتوبر ممكن هو يكون الانعكاس، وممكن ان احنا نصعد الله اعلم نوصل الى مراحل 52 الف زي ما قلت 400. لا ننسى شيء مهم انه هدف الويتش قلنا انه واصل الى 58 الف و400، وهذه مهمة جدا اوكي. فاذا احنا ل 6 اكتوبر، والانعكاس الحقيقي عندنا تقريبا من يوم 13 اكتوبر الى يوم 20 اكتوبر، وهيكون هو هذا البولش. احنا ان شاء الله اكتوبر نوفمبر حيكون بولش، في عندنا في 5 نوفمبر يعني تصحيح، ولكن ما هو تصحيح كبير جدا، 3 4 ايام فقط، وبعد كذا ان شاء الله ننطلق الى الاعلى لاهدافنا العليا. بس نصيحه اخيره لحقين الفيوتشرز، لان جاني كم سؤال على الموضوع ولاحظت الموضوع هذا، لا تعمل شو. اول شيء الفيوتشرز ابعد عنه في الفتره هذه في البول ران، لانك ممكن تتلكود، وزي ما انت شوف زي ما انت شايف الحين الاختراقات قاعده اللي تصير اوكي بتحصل، انك ممكن تتلكود في اقل من ثانيه. ثانيا خاصه اللي بياخذوا رافعه ماليه عاليه جدا. ثانيا لا تسوي شورت في بول رن، لانه اصلا الاقرب هو الصعود. طبعا سيبك من حقين البيرز، هذول الناس اللي هم متوقعين النزول، الله يعينهم في الفتره القادمه ايش راح يصير فيهم في الفتره القادمه هذه. لذلك اللي كل بنصحك فيه انك انت لا تسوي شورت نهائيا في الفتره هذه الحاليه، وخليك بس على اللونج، وخليك على السبوت عشان لا تتلكوت، لا تغريك المرابح العاليه جدا، لكن في اي لحظه ممكن يتغير عليك السوق. حتى في التصحيح اللي هنا ممكن نحن بتقول ما احنا متوقعين تسعه كبير، لكن ما تعرف ممكن تنزل شمعه كبيره بذيل تاكل كل البوزيشن حقك. لذلك بس سريعا المهم خليك ان احنا منتبهين حاليا ان احنا عندنا من هنا الى 6 اكتوبر المفروض انه يكون صعود، لذلك ما اتوقع انه يكون التصحيح حاليا. لكن لو كسر لهنا فزي ما قلت ما اتوقع التصحيح يكون اقل من 45 الف، عنده الى 43 الف زي ما تكلمت، طبعا هذا الخط الاحمر اللي انتم شايفينه، ولكن برضو استبعده حاليا اذا حصل قبل 6 اكتوبر. عموما المثلث هذا نهايته تقريبا 4 اكتوبر الساعه 3 الظهر، فماكسيمم لازم لا اكثر شيء ممكن يكون اب تو 6 المغرب اوكي 5 اكتوبر سوري اب تو 5 اكتوبر، يعني ماكسيمم عنده لغايه 5 اكتوبر، بس ما اعتقد في مثلث بيقعد لاخر الزاويه. ولكن اذا حب يتذبذب في المنطقه هذه ويبدا يصحح من 5 اكتوبر، فاعتقد انه اوكي there is a possible scenario. فاذا نزلنا من المناطق اللي احنا فيها هذه ما اعتقد ان احنا ننزل اكثر من 45 43، وجود لك للناس اللي كانوا مستنين ال 28، وجود لك اللي ما اشتروا على مراحل هذه، فالله يعينكم. اهم شيء الشورت اللونج ابعد عنه، الفيوتشر الحين مو وقته، لان لاحظت مسجات كثيره في الوقت هذا وممكن تضر في لحظه وضحاها. وزي ما قلت بالنسبه للناس البيرز اللي كانوا مستنين ال 28، جود لك هاف ا نايس يير، ويعطيكم العافية، ونشوفكم في فيديو. بس حبيت ان انا اديكم ابديت سريع، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم سريع بإذن الله.